عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع سابورا بانيت. مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو خاص بعائلة الأعداد الكسرية. كنا شفنا في فيديو أول في السلسلة هذه مفهوم الأعداد الكسرية وخصائصها، مجموعة الخاصيات اللي تتمتع بها، والخاصيات هذيك قلت لكم راهي قواعد مباشرة تسهل لكم التعامل مع الأعداد الكسرية. احنا اليوم باش نطبقوا الجمع، ابسط حاجه نعرفوها كيفاش باش نجمعوا الاعداد الكسريه، او اول حاجه اول عمليه تعلمناها احنا في مسارنا في الرياضيات هي عمليه الجمع. من البديهي جدا انه حتى الاعداد الكسريه خليني نبداو بالجمع ونشوفوا كيفاش نجمعوا اعداد كسريه. باهي باش نعطيكم انا في مرحله اولى القاعده بصفة عامة، ومن بعد باش نرجعوا بالتفصيل إلى الحالات الخاصة. باهي القاعدة تقول إنه يبدأ عندك زوز أعداد كسرية بصفة عامة يعيشكم راو، مثلا عندي العدد أ على ب، والعدد مثلا س على د. شنو قلنا احنا؟ قلت الأ والب والس والد هي رموز، حط فيهم انت اللي تحب عليه. باهي اللي تحب عليه، انا فقط نسمي لك باش ما نخليكش مربوط بعدد معين. ما تقول لك هو القاعده قالت لي 12 معناها مش نقعد كان في 12 انا ما نطبقش عليها توعد. لا لا لا، انا نحط لك الأ والبي والسي والدي وانت حط فيه اللي تحب عليه. باهي نحكي توا، سامحوني راني نحكي بصفه عامه، تو معطيت مثال خاص. القاعده هذه تطبق على جميع الاعداد مهما كانت قيمتهم. باهي لجمع عددين كسريين عندنا ثلاثة مراحل باش نمروا بهم. باهي خلينا نكتبوا بشوية بشوية، استناوني لحظة خليني نظهر لكم الكتيبة. لجمع عددين كسريين نمر بثلاثة مراحل، نقطتين. قولوا خلينا هذوما على جنب، هذوما الاعداد متاعنا. اي اول حاجه شنية باش نعمل؟ شنو يلزمني باش نعمل؟ اول حاجه عزيزي التلميذ عليك ان تتاكد من انه العددين اللي عندك هذوما عندهم نفس المقام، يعني البي والدي قد قد. واذا ما كانش قد قد شنو نعملوا؟ نلتجئ الى توحيد المقامات. اي وشنو هو توحيد المقامات؟ باهي ما تبدوش تكثروا عليا في الاسئله توا، خلينا ناخذ القاعده ومن بعد باش نفسروها. باهي كل شيء ان شاء الله يكون واضح. اول حاجه شنو نعملوا؟ تاكد من ان العددين لهما نفس المقام. باهي الاستثناء اللي هو شنو؟ وفي حالة العكس، في حالة العكس يعني ما همش قد قد، وحد المقامات. شنو نحب نقولك من الحديث اللي كنت نقول فيه تو؟ يعني من الاخر من الاخر من الاخر لازمك ما تجمع زوز اعداد كما يكونوا عندك المقام متاعهم الزوز موحد. انا هذا نحب نقولك من هالجملتين اللي قلتهم انا تو هكا، ولا قلت عندي زوز اعداد باش نطبق عليهم عمليه الجمع. على فكره راهو نفس الشيء بالنسبه للطرح. اي نعم، اي نحكيه بصفه عامه، احنا نكملوا بصفه عامه. قلنا اذا باش نجمع او نطرح عددين لازمهم الزوز يكونوا عندهم نفس المقام. مثالش البسط هذا مختلف وهذا مختلف، عادي. اما الأعداد الملوطة الزوز المقامات لازمهم يكونوا نفس العدد، 10 لاثنين، 12 لاثنين، 2 الكعبتين معناها 3 في الجهتين، المهم لازمني نلقاهم الزوز قد قد، كان الأعداد اللوطانية، الفوقانية عادي كي يبدو مختلفين. باهي هذه الفكرة متاعك، خليها ديما في ذهنك، ما تجمع وتطرح كان كي يبدأ عندك المقام هو نفسه، وإلا خدمتك تطلع غالطة. معناها في كل الحالات حتى اذا ما كانش عندك نفس المقامات لازمني نعمل حاجه باش نوحدهم باش نطلع نفس المقام. هكا ولا ها
أو كأنقط. في حالة العكس إذا كانوا مختلفين لازمك توحد المقامات. كيفاش؟ بعد شوية. مهم أنا نعطيك الكل في الكل. باهي هذه المرحلة الأولى. توا نفترض أنه وحدنا المقامات، أو أصلا هما عندهم ماذا أقول مقامات موحدة. باهي في حالة أنه المقامات موحدة، معناها لقيت نفس العدد من اللوطة، ببساطة شديدة نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام الموحد. تأكد، قلنا هنا نقول لك اجمع البسطين واحتفظ بالمقام الموحد. ايش معناه؟ معناه انا سيئت تعديت مرحلة توحيد المقامات، يا اما انا وحدتهم او هما اصلا نلقاهم نفس المقام. ببساطة شديدة توا نفترض انه البي والدي قد مثلا نقول هوني عندي 4 وهنا عندي 4، اي توا ولا عندي الحق في اني نلمسهم، معناها نتعامل مع الاعداد بكري قبل هذا، معناها ما نجمش لانه هذا رقم وهذا عدد، هذا عدد اخر وهذا اخر، معناها مختلفين ما نجمش نلمسهم. اما توا كي اصبح معناها عندي نفس المقام، سهل نجم نتعامل مع الأعداد. شنو نعمل؟ نخلي نفس المقام من اللوطة، ناخذ نفس المقام ما نبدلوش، وهذو مزوز نجمع مع بعض ببساطة. الأ والسي نجمع مع بعض ببساطة شديدة، هذا هو الجمع. في المرحلة الأخيرة مثلا إذا لقيت باش تلقى بطبيعة الحال عدد كسري نتيجة واحدة، معناتها باش تلقى عدد واحد، أنت باش تجمع زوز أعداد باش تلقى عدد واحد كسري. كان المجموع نجم تختزلو اختزلو، كان ما تنجمش تختزلو اذا توقف عند ذاك الحد. اختزل المجموع يعني النتيجة اذا كان ذلك ممكنا. باهي هذه القاعدة بصفة عامة في جمع عددين كسريين. باهي يقول لي مدام راه فما برشا كلام ما فهمتوش. الله يبارك، شنو معناها وحد المقامات؟ شنو معناها اختزال؟ صحيتو، معناها منتبهين معايا انتوما ولا؟ المهم هذه القاعدة بصفة عامة. توا باش نمشيو مع بعضنا للحالات بالتفصيل الممل. يا سيدي باش نجمعوا اذا كانوا عندهم نفس المقام شنو نعملوا بالضبط، اذا كان عندهم مقامات مختلفه شنو نعملوا، وقتاش نوحدوا، وقتاش نختزلوا، بلا بلا بلي، كل شيء بالتفصيل. اما هذه معناها في النهايه انتم كيف تجمعوا باش تلقاو رواحكم طبقتوا 3 مراحل اللي عطيتهم لكم انا من حيث لا تشعرون بطبيعه الحال. باهي نجيو احنا للحاله الاولى، وهي إذا كان العددين لهما نفس المقام. إذا كان العددين لهما نفس المقام، شنو معناها مدام؟ ببساطة شديدة معناها المعلم أعطاك زوز أعداد عندهم نفس المقام، هاك هو لقيتهم أنت أصلا هما عندهم نفس المقام. ببساطة شديدة شنو نعمل انا مدام وقتها؟ باه لحظه، خلينا نواصلوا ديما العمل بالامثله بالرموز عفوا. مثلا خليني نكتبها بما انها قاعده. مثلا اعطاك ا على سي باه مع او بالعكس ا على بي، خلينا نقول ا على بي مع سي على بي. اخسر ريتو نفس المقام اللوطة، معناها هو نفس العدد. قلتلكم رانا مكملين في الرموز باش ما نربطكش بعدد معين وتقعد واحل فيه.
الا هذيك حط فيها اللي تحب عليه، الشيء تحط فيها اللي تحب عليه، والبي حط فيها اللي تحب عليه، المهم يكونوا زوز الاعداد عندهم نفس المقام، اثنين هنا اثنين هنا، اربعة هنا واربعة هنا، 15 هنا وهنا 15، 32 هنا وهنا 32، المهم نفس العدد اللي تحب عليه. اي فاش باش نعمل انا عندي هاوك عدد كسري اول وعدد كسري ثاني، وكي خزرت نلقى المقامين هما نفسهم متساويين، شو نعمل في الحالة هذيك؟ أنا باش نعطيك مباشرة القاعدة طبقها مباشرة، شنو تعمل؟ ببساطة شديدة عفوا نجمع البسطين، ها شنو شنو البسطين اللي عندي؟ عندي الأ وعندي السي، نجمع أ مع سي أي، وش عملنا فيها المقام؟ ناخذوه كيف ما هو، مقام واحد ناخذه وكهو ببساطة شديدة. نعطيك توا مثال بالأرقام، هذه القاعدة باهي، وقلنا القاعدة نستعمل فيها رموز، أنا توا باش نعطيك مثال. ها يا سيدي عندي العدد 45 على 3، وقال لك احسب 13 على 3، هاوك أنا دوبا ما خزرتلهم لقيت نفس المقام، شنو نعمل أنا توا؟ ببساطة شديدة أول حاجة نعملها الساعة نحط المقام متاعي، أي هاوكا هاوكا ونفسه، باش نحط كعبة واحدة بطبيعة الحال، مانيش باش نحط كعبتين، أي والفوق شنو نعمل؟ نعمل 45 مع 13، أي قداش يساوي؟ دائما الكسر المقام بتاعك حاضر، أي الأحد مع الأحد والعشرات مع العشرة، ثلاثة مع خمسة قداش؟ عندي ثمانية، واحد مع أربعة خمسة، العدد بتاعي 58 على 3، ريتو هاوكا جمعته. أما هذه في حالة إنه المعلم أصلا أعطاهم لك عندهم نفس المقام، هكا ولا باه؟ نشوفوا حالة أخرى، وقت اللي عندهم مقامات مضاعفة لبعضها، باه خلينا نفهم الساعة شنو مضاعف، خلينا نكتبوا أصلا الحالة إذا كان خلنا نقول مقام أحد الكسرين العددين مضاعف لآخر، إذا كان مقام أحد العددين مضاعف لآخر، للآخر للآخر، باهي هذه الحالة الثانية. فهمتوا الحالة الأولى ولا؟ إذا كانوا عندهم هما أصلا موجودين قدامك عندهم نفس المقام، هكا نتعاملوا معاه. اما توا في الحاله الثانيه اذا كان عندهم مضاعفات، ماذا اقول، احد العددين عفوا احد المقامين مضاعف للاخر، شنو نعملوا؟ عندنا حاجتين، يا إما نقوم بالتوسيع أو الاختزال. للأسف هذو ما زوز مفاهيم جدد زادة، حتى في الأخر يصبح لهما نفس المقام، باهي خليني أكتب لك أنا القاعدة. نقوم بالتوسيع، حاجة اسم تتسمى التوسيع أو ما هذا ما به القلم أو الاختزال، به هذه القاعدة شنية تقول؟ المهم أنه التوسيع والاختزال في سبيل الحصول على نفس المقام، على نفس المقام. ريتو في القاعدة هوني قلت لك راهو الكلام اللي حبيت نقوله لك في الجملتين هذم هو انك ما تلمس الاعداد تجمع او تطرح لازم بالضرورة انهم يكون عندهم نفس المقام، فهمتوا ولا؟ احنا لهنا ما عندناش نفس المقام، ايه ما عندنا حاجة زايدة اللي هي انه مقام منهم مضاعف لآخر. شنو معناها مضاعف؟ مثلا مضاعف انه معناها نعطيكم مثلا مضاعفات، عندي 12 هي مضاعف للأربعة، شو معناها؟
معناها انا الاربعه هذيك كي نعاود 3 مرات نتحصل على الـ 12. ب 12 ايضا مضاعف للثلاثه بطبيعه الحال. لماذا؟ لانه 3 اذا عودتها 4 مرات نتحصل على الـ 12، ببساطه شديده مضاعف عدد هو عدد اخر اذا ضربنا العدد الاصلي في عدد ثالث سنتحصل عليه. كيما عطيتكم انا مثال، ناخذ احنا مثال اخر. 25 شنو هي؟ هي من مضاعفات شكون؟ من مضاعفات الخمسة. على لا علاش؟ على خاطر الخمسة في الخمسة، الخمسة اذا عودناها 5 مرات نتحصلوا على 25. معناها 25 هي مضاعف للخمسة. اذا ضاعفنا الخمسة 5 مرات ريتو احنا انا في النطق شنو نقول؟ اذا ضاعفنا او اذا عاودنا، معناها هذاك راه مضاعف. باهي، ناخذ انا مثلا 32. 32 مضاعف لشكون؟ 8 اذا ضاعفناها 4 مرات باش نتحصلوا على 32. اذا 32 هو مضاعف للثمانية، و في نفس الوقت هو مضاعف للاربعة. ليه؟ على خاطر الاربعة اذا ضاعفناها 8 مرات نتحصلوا كذلك على 32. باهي، ظهر لي فهمتوا مفهوم معناها كلمة المضاعف. باهي، توا احنا باش ناخذو مثلا مثال المرة هذه بالأرقام باش نفهمو مع بعضنا. عندي انا هوني مثلا باش ناخذ زوز أعداد، عندي 3 على 4 والثاني مثلا 5 على 8. اول حاجه نخزر لها هي المقامات. البسط ما عنديش معاه مشكله، المقام هو اللي يكون لي مشكله، خاطر اذا كان المقامات مختلفين ما نجم نتحرك هيك نحطهم نفس المقام. فهمتوا؟ معناها المشكله الكل في المقام. البسط ان شاء الله هذا واحد وهذا مليون عادي جدا، البسط ما تمسوش. طول اخزر كان للمقام، ركز معاه. باهي، احنا في الحالة هذه قلنا العددين مختلفين هكا ولا؟ باهي يا حلوين، اخزروا لي 8 والـ 4 شكون منهم مضاعف للاخر؟ صحيتو، 8 هي مضاعف للاثنين. علاش؟ للاربعة يا ربي. علاش؟ على خاطر الاربعة اذا ضاعفناها مرتين باش نتحصلوا على 8. ريتو القواعد هذم والحالات هذم نجيبهم لكم باش تختصروا العمل. هاكا ببساطة شديدة في مرحلة أولى تخزروا للمقام، إذا لقيتوه عنده نفس المقام ديريكت تطبقوا الطريقة هذه، وهاكا عطيتكم مثال. إذا لقيتوا نخزروا للمقام في الحالة الثانية، وإذا لقيناهم الاثنين واحد منهم مضاعف للآخر، أيوة باش نشوفوا احنا توا شنو باش نعملوا بالضبط. يا سيدي خلينا نجمعوا. ترى المعلم قال لك احسب لي 3 على 4 مع 5 على 8 يساوي كم؟ انا شنو باش نعمل؟ شنو تحبوا انتوما؟ اذا كنت باش تستعمل التوسيع، هاي الكلمه خلينا نحط لك الكلمه هذه، عفوا هيك، اذا كنت باش تستعمل التوسيع معناها راك انت ماش توحد المقامات للكبير. باهي، باش توحد المقامات معناه باش ترجعهم كلنا 8. فهمت ولا؟ خاطر 8 هو الكبير. شنو نعمل؟ عندي هذا اصلا هو مقامه 8، نخليه الغادي ما نعمله شيء. 5 مع 8 على 8، اي اما هذا المختلف شنو نعمله؟ يلزمني نرجعه 8 ببساطه شديده. ها هو التوسيع، نكتب العدد متاعي عادي. باهي، الاربعة في قديش باش نضربها باش نتحصل على 8؟ بطبيعة الحال باش نضربها في 2، اذا نص معناها باش نتحصل على نفس النتيجة، عفوا نفس المقام. لازمني اول حاجة نشوف المقام الصغير هذا في قديش ضربته من مرة باش تحصلت على الكبير. باهي، هذه مرحلة اولى. باهي، لقيت العدد شنو نعمل؟ نجي للعدد الكسري الصغير اللي عنده مقام صغير
ونظرة بالبسط متاعه والمقام متاعه فكالعدد في الضارب. باهي، احنا لهنا شفنا او لقينا انه الاربعة نضربوها في الاثنين باش نتحصلوا على الثمانية. اي معناها انا باش نضرب البسط والمقام متاعهم الزوز متاع العدد هذايا في الاثنين. شنو باش نتحصل؟ باش نتحصل هذيك باش تبقى عادي مع يا سيدي ثلاثة في اثنين قداش؟ نحسبوا هذا وهذا ما نحسبوهم زيد. ثلاثة في اثنين ستة، والأربعة في اثنين ثمانية. أيوة يا حلوين، ولا عندي ثمانية منها وثمانية منها. توا ساهل ماهل، نحسب البسطين. ريتو أي حاجة نخمم فيها ببساطة شديدة هو توحيد المقامات، هذيك الحاجة الوحيدة اللي باش تسهل الخدمة الكل. فقدش تساوي 11 على 8. هذا هو التوسيع. التوسيع عزيزي التلميذ هو انك مش توحد للمقام الكبير، فهمت ولا؟ باهي، شنو هو الاختزال ماله؟ هذا يفهمناه التوسيع. يا سيدي ناخذ مثلا، عندي خلينا ناخذ زوز اعداد اخرين وبنفس المقام باش ما نضيعكمش برشا. خلينا نقولوا عندي هوني 4 على 8 ومع، نحافظ على نفس المقام قلنا، ب 4 على 6 على 4 مع 6 على 4 ببساطة شديدة. كيفاش باش نحسبهم؟ وانا هوني راني باش نستعمل التوسيع، عفوا الاختزال. يا سيدي هوني استعملنا التوسيع، معناه كبرنا في العدد، في عدد منهم كبرناه باش وصلنا وحدنا المقامات وسعنا فيه. الاختزال، الاختزال هو شنو؟ هو عكس هذا بالضبط. التوسيع كبرنا واحد فيهم باش يوصل قد الاخر. في الاختزال بالعكس، بالعكس باش نصغروا واحد فيه. يا سيدي كيف ما العادة، الاختزال والتوسيع يعتمدان اصلا على المقامات. هوني لاحظنا اني 8 من مضاعفات الاربعة، هكا ولا باهي. انا توا باش نحب نوحد المقامات للمقام الصغير. التوسيع انا وحدتهم للمقام الكبير ولا انا نحب نوحدهم للاربعة؟ تو نحب نرجعهم كل اربعة، يعني المقامين اربعة. شنو نعمل؟ عندي هوني 6 على 4 هي اصلا مقامها اربعة، ما نمسهاش حاجتي بها، اما عندي معنى نعمل لها، معناها خاطر هي اصلا في الاربعة. باهي، المختلف هذا المختلف انا شنو نعمله؟ مع احنا قلنا في قديش بنتحصلوا على معناها عندي انا 8، على قديش نقسمها باش نتحصل على الاربعة؟ ببساطة شديدة باش نقسم على زوز، خاطر 4 مع 4 يساوي 8. دونك 8 نتاعي باش نقسم على زوز باش نتحصل على الاربعة. اذا الاربعة على 8 باش نقسم البسط نتاعها والمقام نتاع على 2. ما فهمتوهاش لتو؟ باهي، خليني نحسبها معاكم باش نتحصل. يا سيدي 4 على 2 قداش؟ يساوي 2. و 8 على 2 قداش؟ 4. هما الاربعة نتاعي. ريتو تحصلت على نفس المقام اللي هو الاربعة. توا شنو نعمل انا؟ نجمع ببساطة 6 مع 2 البسطين، هوبا، ونتحصل على 8 على 4. اي فهمتوا ولا؟ معناها الاختزال هو اني نقسم البسط والمقام على نفس العدد، وبشرط انه يكون البسط والمقام قابلين القسمة على العدد متاعك. هذايا كي تجيني هوني 5 ما تتقسمش على 2، خاطر تساوي 2.5. وما نحبش، نحب نتحصل في القسمة متاعي، نحب يكون عندي عدد صحيح طبيعي، ما نحبش عدد 10 فيه الفاصل. اذا كان هوني عندي 5، من الافضل ليا كان انه جربت المثال بالاعداد الاولى. 5 على 8
وباش نجمعها مع 3/4. يا سيدك يا بن سيدك، لا الخمسة تقبل على القسمة على 2، ولا 3 تقبل القسمة على 2. إذا في الحالة هذه ما نجمش نستعمل أنا الاختزال. الاختزال شرطه الوحيد إنه يكون البسط والمقام متاعك الزوز قابلين القسمة على العدد هذاك اللي حاجتك بيه. إذا واحد فيهم مش قابل القسمة، معناه باش تحصل على عدد فيه فاصل، حابس ثم ما تستعملش الاختزال. باهي ولا؟ أما هوني هاوكا في المثال هذا، الأربعة قابلة القسمة على الاثنين، والثمانية كذلك، الستة قابلة القسمة على الاثنين، والأربعة كذلك. قلت إذا واحد فيهم مش قابل القسمة على العدد متاعك، حبس وما تستعملش الاختزال. فهمتوا ولا؟ ببساطة شديدة، شنو نستعمل في الحالة هذيك؟ نستعمل قاعدة أخرى لتوحيد المقامات اللي باش نشوفوها توا توا. فهمتوا ولا؟ باه، باش ما نطولش عليكم وندخلكمش بعضكم، خلي توحيد المقامات فيما بعد، ولكن توا خلينا نعاودوا بعجالة اللي شفناه في الفيديو هذا. زوز المعلومات هذوما، خاطر هما أصلا هذوم كم هائل من المعلومات. باه، قلنا إنه باش تجمع زوز أعداد، أول حاجة تخزر هي المقامات، لأنه الوحيد اللي عندك معاها مشكلة هي المقامات. إذا المقامات هي نفسها، أمورك هانية، وطبق ديريكت واحسب ديريكت، أجمع أو أطرح. فهمت؟ إذا كان ما عندكش المقامات مشتركة، عفوا شو نقول أنا، معناها موحدة، وقتها تتلز إنك تشوف الحالة الثانية، تشوفهم ترى إذا هما مضاعفات لبعضهم. إذا لقيتهم المضاعفات لبعضهم، نجم تستعمل التوسيع أو نجم تستعمل الاختزال. ولكن الاختزال عزيزي التلميذ راهو فيه شرط وحيد، هو إنه الفوقاني واللوطاني، معني البسط والمقام، لازمهم الزوز يكونوا قابلين القسمة على العدد ذاك. إذا واحد فيهم مثلا البسط ما يقبلش القسمة، وباش تحصل على نتيجة فيها فاصل، توقف، لا تستعمل هذا الاختزال. شنو نستعمل مال أنستي؟ نستعملوا الحاجة الثالثة اللي باش نشوفوها في الفيديو الجاي. باي باي، استناوني باش نكمل لكم نفس المعلومة، أو معلومة عفوا الطريقة الثالثة للجمع. باي باي.